كابتن بلال الف مبروك، الف مبروك على الفوز، العلامه الكامله وتصدر الجدول منفردا منذ الاسبوع الماضي. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. الاول بس قبل ما نبارك للاهلي والكباتن كلهم، باركوا يعني طبعا، نتكلم في التفاصيل، بس عايز اقول بس للرساله للجماعه المذيعين. يا جماعه بلاش بقى ايه فلان ميسي وفلان اجويرو وفلان باتيستوتا وفلان نيمار، يعني الحاجات دي بتضايقني انا شخصيا والله العظيم. علي معلول محظوظ، الاسبوع اللي فات لعب مع امبابي في فرنسا ضد فرنسا، النهارده بيلعب اجويرو هنا في مصر. مش بعيد يلعب زيدان بعد بكره. لا بيتمرن مع ميسي. بيتمرن مع لا لا حقيقه كابتن والله العظيم انا يعني انا بقى اناشد الجماعه اخواتنا يعني المذيعين، بلاش الحاجات دي يا جماعه، عيب والله العظيم، ما ينفعش الكلام ده. البلد الوحيده اللي في العالم اللي فيها فلان ميسي وفلان نيمار وفلان انزاجي وفلان ليه عندنا نسخ ميسي مش في الارجنتين كابتن والله العظيم. والله عندنا ثلاث نسخ ميسي يعني الارجنتين ما فيهاش ثلاث نسخ ميسي. ده رجاء والله يا كابتن، يعني رجاء بس من اخواتنا المذيعين يعني يسيبوا الالقاب لاصحابها الحقيقي، يعني بلاش حته ايه فلان رونالدو وفلان ميسي، هي بتجي لهم الاسامي كده يعني. ما ينفعش يا كابتن، ما ينفعش يا كابتن، هو مكتوب في السكور كده محمد ابراهيم ميسي، هو بيديها لهم في الورق يعني علي ابراهيم ميسي محمد يعني كده دي كده. ما يصحش يا كابتن والله ما يصحش بجد يعني. احنا البلد الوحيده اللي في العالم فيها اربعه ميسي اللي لعيبتنا والله العظيم فيها اربعه ميسي وثلاثه بنزيما واثنين نيمار وواحد فان دايك. والله العظيم فان دايك صح، وفي فان دايك بيجم والله زمان بيكم محمد رمضان احمد يعني عشان الموضوع بصراحه سخف قوي بجد والله العظيم. وكل قاعد يرقص ترقيص يقول لك عليه ميسي، كل قاعد شوط يقول لك عليه بنزيما، ده كلام يعني ما ينفعش. ما احنا كنا المفروض تعالى علينا مارادونا مثلا. لا الف مبروك يا عليه بلاتيني الكره المصريه. لا انت الف مبروك، انت خدت جوالك وخدت اللقب وخدت خد وقت وقت مصر، خدت لك اجازه حلوه الحمد لله. طبعا مبروك للاهلي طبعا، يعني خمس مباريات بخمس مكاسب الحمد لله الاهلي، ودي اهم حاجه بالنسبه لي يعني. البدايات بتاعه الدوري العام مهمه جدا للانديه الكبيره. انا ببتدي الدوري العام عندي خمس ماتشات، كسبت الخمس مباريات، دي حاجه بالنسبه لي انا شخصيا احب النادي الاهلي يستمر على هذا الاساس. صح، خد بالك سواء اذا كانت الاداء قوي او متوسط او حتى منخفض في بعض الاوقات، لانه وارد جدا 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 تلعب مباراه حلوه قوي، وارد انك تلعب مباراه قليله شويه، وارد انك تلعب مباراه متوسطه، وارد في كره القدم. لكن دايما عشان تاخد دوري عام لازم بدايتك تبقى قويه، لازم بدايتك تبقى مختلفه، لازم تبقى متميزه. السنه اللي فاتت اعتقد احنا ما ابتديناش البدايه الخمس مباريات بخمس مكاسب، مش فاكر الحقيقه تمام، هل ابتدينا كده؟ بالتالي تعثرنا في الـ في الـ في الـ لا يعني لا ابتدينا ابتدينا كويس وكان فرق كبير جدا بيننا وبين الخصم، وبعدين ابتدت بعد المباريات المؤجله اللي هي للاسف للاسف يعني كان موسم صعب علينا، فكان في اجهاد وكان في اصابات ولعبنا ماتشات كتير جدا بدون القوام الاساسي، فاثرت مع ان الفارق كان كبير ولكن ابتدينا بقى نقل 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 لحد ما بس السنه دي مختلفه شويه، اخذنا فتره راحه قبل الموسم، اخذنا فتره راحه اثناء الموسم. اعتقد اللعيبه يعني لعيبه الاداء اللي فات اللعيبه اعتقد جاهزه ان هي تلعب المباريات بشكل كويس جدا. الشوط الثاني ما شفناش الاداء الافضل اللي كنا متوقعينه، ولكن ممكن يكون خد بالك يا كابتن برضو انت الشوط الاول خلصت على المباراه. مش بس كده، انت ضمنت المباراه كمان يعني 2-0 بنتيجه واداء، انت راكب الجيم بنتيجه واداء. صح، فده ممكن يخليك بعض الشوط الثاني تريح بلغه الكوره يعني خلاص. يعني نتيجه الشوط الاول اثرت شويه على الشوط الثاني. لا اثرت كتير على الشوط الثاني، مش اثرت شويه، اثرت كتير على الشوط الثاني. يمكن حتى كمان وما زلت باشيد بتغييرات الراجل الهجوميه دايما. خد بالك في كل المباريات بيبحث عن الاهداف، بيبحث عن التسجيل، بيبحث ان هو يعمل ريفريشمنت للفرقه، خد بالك في الحته الهجوميه، بحيث ان هو دايما هو مش عايز يبقى يحس ان فرقه الاهلي متجرجره شويه لورا لتحت، ان هي بتدافع في اوقات كتير، لا هو دايما عايزك تبقى موجود في الحته الهجوميه. مزبوط. التغييرات بتاعته كلها بتقول كده يعني، قفشه مكان سافيو تمام، تغيير عشان تمسك الكوره وتعمل نقل وتحافظ على ادائك الهجومي، شريف مكان بيرسيتاو، تنشيط في الحته الهجوميه في مكان راس الحربه رقم 9 عشان تسجل اهداف، شادي مكان عبد القادر نفس الموضوع. انت كل الشحات مكان كريم، الاربع تغييرات اللي عملهم النهارده كولر كلهم تغييرات تنشيطيه في الحته الهجوميه. مفيش تغيير
الراجل بيوجهه او تحس منه ان هو عايز يدافع او خلاص اكتفى فعايز بس عايز اقول لك حاجه، انت واقف على رجلك كويس قوي ورا وعندك تنظيم دفاعي جيد جدا جدا جدا، ما عندكش خطوره على مرمى الشناوي. اللعيبه الاربعه اللي ورا بصراحه ماديين على اعلى مستوى، سواء من الناحيه الدفاعيه وسواء علي معلول او اكرم توفيق في الناحيه الهجوميه كمان. فاعتقد يعني كان صعب ان هو يعمل تغييرات في الجزء الدفاعي. انا خد بالك في بعض المديرين الفنيين يجي يقول لك ايه، طب بص انا هعمل تغييره، علي معلول جاي من السفر فانا هريحه شويه اخر احنا كنا متوقعينها دي في الدقيقه 75 ونزل لعيبه واديله ايه جزء من الراحه. تمام، يجي مثلا على اليو ديانج بيلعب كل الماتشات اللي فاتت، ممكن يديله جزء من الراحه. لا، في تغييرات بتاعه مدرب كلاسيكي يعملها يحافظ على الريتم، تمام، يحافظ على ادائك الدفاعي وفي نفس التوقيت يقول لك ايه خلاص انا بريح الليله بتاعتي، عندي مباريات مهمه في الفتره الجايه. مدرب كلاسيكي يعني بيعمل حاجات معتادين عليها. بالظبط، الحاجات المعتاده يعني بالزبط. يعني تغيير مثلا بيريح لعيب، تغيير تاني بيحافظ على الاداء الدفاعي، بيقفل الجيم خلاص على الفرقه اللي قدامك، لكن هو دايما بيفكر في الحته اللي قدام. في ماتشات كتيره خد بالك الكلام ده مفيد جدا 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 بس في بعض الماتشات خاصه في افريقيا ممكن يغير من الاستراتيجيه شويه، لان المنافس اعتقد هيبقى مختلف شويه. يعني انا النهارده لما اروح العب الترجي او العب مثلا فرقه من الفرق الكبيره في ملعبها هناك الموضوع هيبقى مختلف، بالرغم ان انت الاتحاد المنستيري عملت نفس الطريقه واشتغلت بنفس الفكر وعملت وغيرت نفس التغييرات الهجوميه. هو الراجل واضح انه بيفكر دايما ازاي يحط فرقه النادي الاهلي في الحاله هجوميه، ازاي ما يخليكش انت دايما بتفكر انك تدافع دايما، او يبقى فكرك انت كلاعب في الملعب انك تدافع. الاهلي اداؤه جيد، الضغط النهارده كان عاجبني جدا جدا الشوط الاول. عدم استغلال الفرص برضو واحده من العيوب اللي ما زالت موجوده عند لعيبتنا. تمام، انا النهارده جالي كام فرصه النادي الاهلي النهارده؟ 6-7 فرص محققين للاهداف، سجلت منهم هدفين 2 بس. لا، المفترض لما يجي لي 6-7 فرص اسجل 4 على الاقل. نتيجه النهارده كلنا كنا بنقول قبل يعني قبل ما ندخل الاستوديو الشوط الثاني، يا جماعه المباراه تخلص 4-5 مستريح، الاهلي افضل تنظيميا، الاهلي اكثر استحواذا، الاهلي بيضغط بشكل كويس، الاهلي عنده اللعيبه اللي عندها القدرات والامكانيات. الفوارق كبيره جدا، انا ما شفتش اللعيب تغزل محل الحقيقه الماتشات اللي فاتت دي كلها، الاربع ماتشات اللي فاتوا، بس النتائج بتقول ان هم قدوا مباريات جيده، قدوا مباريات كويسه. بس على فكره خلي بالك، انا عايز اقول لك حاجه، ظهور النادي الاهلي من البدايه بمظهر جيد بالظبط، برافو عليك. خد بالك يا كابتن، انت لعبت الجيم كويس، مظبوط، انت بتلعب المحله في المحله، ما استنتش المحله ياخدوا المبادره. لا، تمام، انت اللي وجهت يتفوقوا عليك. بالظبط، انت وجهت الجيم، اللي ابتديت تضغط من اول الجيم، لعبت على المساحات الفاضيه اللي عندهم، لعبت على نقط الضعف اللي موجوده عند فرقه المحله. بالزبط. هم طبعا بيحاولوا يحضروا، بس طريقه تحضيرهم يعني سهل قوي انك تضغط وتقطع وتروح زي ما انت عملت. يعني انا شايف الاهلي عمل مباراه الشوط الاول جيده جدا جدا جدا، خد كل اللي هو عايزه من الماتش، كولر اشتغل بشكل كويس جدا، لعيبه النادي الاهلي تنظيميا دفاعيا اداء رائع جدا جدا النهارده.